نبدأ الجولة معك من السوداني ونقرأ فيها اتساع دائرة الخلاف بين مكونات التحالف الحاكم. اتسعت دائرة الخلاف بين مكونات التحالف الحاكم لقوى الثورة من جانب ومن بينها والحكومة الانتقالية من جانب آخر، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم الحكومي والجدل بشأن الآلية الدستورية للدمج والثقة السلام. وأصدرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بيانا اتهمت فيه رئيس الحكومة ووزيرة المالية بتجاهل المذكرات والحلول التي تقدمت بها، ورهنت اللجنة حل الأزمة الاقتصادية بانتزاع الملف من المجموعة الحالية التي وصفتها بالفاشلة، وتسليم إدارة الشؤون الاقتصادية للجنة مختصة بقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ومعالجة الضائقة المعيشية. يعني أستاذ محمد، اتساعد في الخلاف بين مكونات التحالف الحاكم، يعني بحسب هذا الخبر، ما هي بالضبط نقاط الخلاف بين التحالف الحاكم فيما بينه وبين الحكومة الانتقالية؟ طيب، دعني أبدأ أولا أشار إلى أنه هو الحرية والتغيير والضعف الكبير على مستوى هياكل مؤسساته هو السبب الرئيسي في ضعف عملية الانتقال بنشهدها حاليا، والانتكاسات اللي بتحصل حتى على مستوى الانفراجات اللي بتحصل في الفترة الانتقالية، ودي واحدة من الشروط الأساسية لنجاح الفترة الانتقالية اللي هو إصلاح والحرية والتغيير ولعبها دور أكثر فاعلية. حاليا والحرية والتغيير بشكل صريح واضح هي عبارة عن تحالف مترهل يحكم باسمه وليس له من الأمر شيء، وده بيشابه الوضع الأخير بتاع المؤتمر الوطني في آخر أيامه، أنه والحرية والتغيير لا تمتلك الزمام إدارة الأمور أو لا تحصد شيء في الفترة الانتقالية سوى لعنات الناس وسخطهم، ما عندها سي واضح في القرارات الكبيرة اللي بتحصل اللي هي بيتم اتخاذها من خلال الحكومة بتاعت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وشركائه في المجلس السيادي. فده الواقع. طيب، في أربع قضايا رئيسية ممكن نقول في ثلاثة قضايا رئيسية عامل مشكلة داخل غول الحرية والتغيير، وفي اختلاف في التصورات. النقطة الأولى اللي هي الموضوع فيما يلي مسألة الإصلاح الاقتصادي، وفي تباين داخل مكونات غول الحرية والتغيير، وده راجع لتباينات داخل المدارس الاقتصادية اللي بتنطلق منها كل مدرسة، سواء المدرسة الليبرالية أو المدرسة الاشتراكية التقليدية أو حتى المدرسة أو الطريقة الثالثة. ففي اختلاف في التصورات الثلاثة. أضف إلى ذلك القصة الأساسية أن غول الحرية والتغيير حتى الآن لم تقدم تصور متماسك لبرنامج اقتصادي مغنى. ده أعتقد هو ضعف متعلق باللجنة الاقتصادية في قول الحرية والتغيير. حتى البرنامج الاقتصادي تم تقديمه وجد الكثير من الانتقادات لأنه لجأ للكثير من الشعارات. اقتصاد هو لغة بتاعت أرقام، في عجز يتقدر بنحو 9 إلى 8 مليار دولار عجز سنوي كيف يتم تجاوزه. في احتياجات أساسية للبلاد تتعلق بنحو يعني ممكن تصل ل 400 إلى 500 مليون دولار شهريا كيف يتم معالجته وإيجاد بدائل للدخل فيها. فحتى دي قوى الحرية والتغيير ما قدمت بدائل موضوعية وواضحة فيما يلي مسألة الإصلاح الاقتصادي. يعني بتتحدث حديث ذو طابع عمومي، بتتحدث عن حشد الدعم، مسألة استنهاض الهمم وغيره، ودي ما بتحل. ولكن اللجنة أشارت بأن الحكومة تجاهلت المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير. طيب، واحدة من المشاكل الكبيرة اللي اتعملت في الفترة الأخيرة اللي هي كان المؤتمر الاقتصادي اللي هو كان معني يفترض بإيجاد معالجات موضوعية لكل المشكلات الاقتصادية، وتم تأجيله لأكثر من مرة لظروف متعلقة بكورونا وغيرها. واحدة من المشاكل اللي حصلت في المؤتمر ده أنه الحكومة اوريدي توصلت لاتفاق مع صندوق النقد مع البنك الدولي في شهر يونيو الفات، يعني دون علم الحاضنة السياسية، دون مشاورتها حتى في الموضوع، ووصل الاتفاق، والاتفاق ده بيتضمن تحرير سعر الصرف، بيتضمن اللي هو رفع الدعم وغيره من الترتيبات. وجاء الناس في المؤتمر الاقتصادي بيجوا يتحدثوا حديث بتاع عموميات وما ناقشوا حتى الاتفاق اللي عملته الحكومة. يعني كان من ناحية إخلاقية على الأقل الحكومة تخطر شركائها في الحرية والتغيير أول مؤتمر الاقتصادي يكون معني بأنه والله يا جماعة إحنا توصلنا الاتفاق بيتضمن 1 2 3 نتناقش في كيف ننفذه بأفضل طريقة أو بأسهل طريقة ونتدافع كل المشاكل الممكن تحصل منه. فما حصل نقاش، ولغوا الحرية والتغيير أشارت للاتفاق اللي حصل بين الحكومة في هذا الاتجاه، ولا الخطوات اللي مشت فيها. الناس تحدثوا في عموميات، وكان في مؤتمر يعني شهد يعني نقاشات ممكن لكثير من الأشخاص غير مختصين، وكان عبارة عن مؤتمر أكثر من يكون مؤتمر اقتصادي. صحيح. طيب، ما الحلول الاقتصادية التي قدمتها اللجنة الاقتصادية؟ ولماذا لم تأخذ بها الحكومة؟ طيب، الحكومة هم في التصور بشكل أساسي في اختلاف في الطريقة بتاعت إصلاح الدعم.
قول حرية والتغيير بتفتكر أنه الدعم الاقتصادي يجب أن يستمر، ولكن يتم ترشيده بشكل مختلف عن التصور بتاع الحكومة، لكن في مقابل ذلك هل من رؤية لهذا الاستمرار؟ ما في بدائل. يعني بتتحدث عن أنه إذا أنت بتتكلم عن الموازنة المعدلة بتتحدث عن نحو 252 مليار جنيه هي بتمشي للدعم، والحكومة عاوزة تخفضها بحيث أنها تبقى 113 مليار. قول حرية والتغيير أعتقد حتى الآن لم تقدم بدائل موضوعية مبنية على الأرقام في هذا المجال. طيب كذلك حتى طريقة الحكومة في تطبيقها للإصلاحات فيها كثير من الـ يعني الحكومة غير مبرأة، لكن حتى طريقتها في تطبيقها للإصلاحات فيها كثير من الانتقادات أنه لا يمكن تطبيق الإصلاحات بهذا الشكل. هناك جملة، لأن الإصلاحات زي ما قلت قبل كده هي عملية منسقة ومتسلسلة وتقوم على ترتيبات محددة، شنو قبل شنو يدعمل ومنو يعمل شنو. فالحكومة من الواضح حتى طريقتها في تطبيق هذه الإصلاحات فيها كثير من الانتقادات، واتجاهها لرفع الدعم في ظل الأوضاع الحالية اللي هو فيها ارتفاع بتاع تضخم وصل لأكثر من 212 نهاية الشهر الماضي، سعر الصرف اللي هو يعني متجاوز يعني وصل تقريبا 235 في السوق الموازي أو غيره. ففي ظل ارتفاع سعر الصرف وفي ظل التضخم لو رفع الدعم الخطوة دي ممكن تؤدي لنتائج كارثية. شنو النتائج دي؟ ممكن التضخم بالشكل ده يصل لأكثر من 400%، سعر الصرف يتزايد. في جملة من المطلوبات، يعني المشكلة الأساسية هي أنت ما تحلت، لأنه رفع الدعم بشكل الحالي ما حيوفر لك مصادر الدخل البديلة. خذ في بالك أنه جزء كبير من هذه الأموال لن تنفق على التنمية اللي هي ممكن تحل المشكلة. أنت عملتها يعني الفرق بتاع السعرين، أنت حتنفق على المصرفات التشغيلية للحكومة اللي هي مترهلة وحيجي عليها اتفاق السلام وحتزيد الأوضاع أكثر سوءا، خاصة في مصرفات بتاعت اتفاق السلام. فيجي في جملة من المطلوبات مطلوبة على مستوى إصلاح المالية العامة، ودي دايرة أن الحكومة منصرفاتها تكون قدر قدرتها، يعني قدر إيراداتها، وفي مشكلة كبيرة في عجز في الإيرادات. المشكلة الأساسية للحكومة اللي هي في عجز في الإيرادات، فكيف تزيد إيرادات الحكومة مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية، وجات جائحة كورونا زادت الأوضاع سوءا. فدي جملة من التحديات بتواجه الحكومة. في جملة من الوعود تتعلق بتوفير ودائع ممكن تكون مليارية ممكن تساعد في تثبيت سعر الصرف، توفير الاحتياجات الأساسية، لكن كلها وعود. إذا لم يعني لم تتحقق هذه الوعود ممكن نكون في نفس المشكلة اللي حصلت في مسألة زيادة الرواتب اللي هي كانت مبنية على وعود ولم تتحقق، وأدخلت البلاد في مشكلة كبيرة. وحتى زيادة الرواتب هي صلاحيتها انتهت بعد 90 يوم، أن المرتبات الجديدة أو الزيادات الجديدة السوق امتصها بسرعة، والأسعار واصلت ارتفاع والتضخم اتمدد بشكل زيادة. أولوية الحكومة في الفترة الحالية يفترض تكون تركز بشكل أساسي على المسألة بتاعة اللي هو تثبيت سعر الصرف والحد من التضخم. التضخم هو الحرية والتغيير. في المقابل هو الحرية والتغيير قدام خيارين، يا إما هي تدير الاقتصاد بشكل أساسي وتقوم مسؤولة، وحتى الرأيات اللي قدمتها دي هي تحكم بها، وده بيتطلب أنه استلامة للوزارة المالية والوزارات الاقتصادية الأخرى وتتحمل كامل المسؤولية. كيف يمكن تحقيق هذه النقطة الأولى؟ واتهمت رئيس الحكومة ووزيرة المالية بتجاهل المذكرات، يعني بحسب بيانهم هنالك تجاهل من الحكومة، فكيف لها أن تدير ذلك؟ طيب في تشكيل حكومة غادي على قول الحرية والتغيير، الخيار الأول أنها تصر على استلام وزارة المالية، وفي أسماء بقت مرشحة قول الحرية والتغيير. هي رهنت على الأزمة بانتزاع هذا الملف. طيب هل ممكن ذلك؟ أنا أشك في ذلك، أشك في ذلك. وفقا للتصورات المقدمة حاليا لا أعتقد أن هذه التصورات غادرة على حل الأزمة الحالية. حتى إذا قدر لغو الحرية والتغيير أنها تستلم الوزارات الاقتصادية الرئيسية وتدير الأوضاع الاقتصادية، أعتقد أنه لن تكون غادرة على حل الأزمة. لكن هي الخيارات قدامها، يا إما تستلم الوزارات الاقتصادية وتدير الملف بشكل كامل. الخيار الثاني يكون في نقاش موضوعي ومع مختلف أطراف الحكم لإيجاد معالجات لمختلف القضايا، ويكون في توافق وفقا لرؤية موضوعية تجاه هذا الموضوع. الخيار الثالث أنه تخلي الحكومة تشتغل شغولها وهي تشتغل شغل. شنو شغولها هي؟ اللي هي المراقبة والمحاسبة. طبعا واحدة من المشكلات الكبيرة عدم اكتمال هياكل الحكم حتى الآن، يعني نتحدث عن أكثر مرور الفترة الانتقالية أكثر من سنة لسه ما في برلمان اللي هو مفروض يجيز الموازنة يراجع ويراقب أداء الحكومة. ده كل ما حصل حتى الآن، فلا بد أن تضغط غول الحرية والتغيير. لا يعتبر ذلك هو الدور الأساسي للمجلس التشريعي؟ ما هو يفترض غول الحرية والتغيير تضغط في اتجاه تكوين المجلس التشريعي اللي هو عنده السلطة الرقابية والمحاسبية على الجهاز التنفيذي من خلال مراجعة الميزانية أو حتى تقويم مسار الحكومة أو حتى سحب الصيغة من وزارة المالية من وزير المالية، أو حتى إذا استطاع الأمر سحب الصيغة من رئيس الوزراء نفسه واستبدال بوزير ورئيس وزراء آخر. بحثنا عن الحقيقة أستاذ محمد، يعني المعتاد هو الخلاف ما بين الحكومة والحرية والتغيير،
التي يفترض أن تكون الحاضنة السياسية والداعم للحكومة الانتقالية بحثاً عن الحقيقة مرة أخرى، لماذا هذه الخلافات برأيك؟ طيب، في مشكلة أساسية متعلقة بأن تحالف الحرية والتغيير في تكوين وكان تحالف سياسي عريض بضم أقصى اليمين لأقصى اليسار وبضم تيارات وأفكار سياسية مختلفة. طيب، أقول حرية التغيير قائمة حسب الإعلام بتاعها لنقطتين أساسيات. النقطة الأولى اللي هي إصغاط البشير والنظام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية. ممكن يكون الناس كلها كانت متفقة على إصغاط البشير والنظام، ولكن التصور لبناء الدولة المدنية الديمقراطية كان فيه تباين واختلاف لأنه تحالف بتاع حد أدنى. طيب، واحدة من المشكلات متعلقة بالجانب الهيكلي لغو الحرية والتغيير وقدرتها على صياغة المواقف المشتركة والوصول لتفاهمات على مستوى التباينات. أنا قلت لك في خلاف حول مسألة رفع الدعم أو الإصلاح الاقتصادي. في نقطة ثانية متعلقة بمسألة التطبيق، في اختلاف كبير، في اختلاف حتى في التصورات للمسألة بتاعت إعادة هيكلة لغو الحرية والتغيير. دي المشكلة الأساسية، التباين داخل لغو الحرية والتغيير حتى في طريقة معالجة المسألة الاقتصادية، لأن داخل لغو الحرية والتغيير في قوة سياسية بتدعم الإصلاحات اللي قامت بها الحكومة. فدي نقطة أولى. النقطة الثانية ذاته في اختلاف بجانب قوى الحرية والتغيير وعلاقتها الهشة بالحكومة التنفيذية، ومن واضح أنه في تباينات كبيرة في هذا المجال. إضافة لبجانب القوى المدنية هناك اختلاف وتباين ممكن تكون علاقة برضو هشة مع المكون العسكري.